هذا الفيديو وثيقة ليوسف الكلابي. هذا الفيديو حتى شوفك انت شقد نزل. هذا الفيديو بعد منو؟ هذا عدي عواد. هذا الفيديو للحيدر البرازنشي. هذا الفيديو لكل سياسي يستغل ويضغط على قوت الفقراء. شوف اسمع، خلي يسمع حتى رئيس الوزراء، وخلي يسمع حتى رئيس الجمهورية. ترى الكراد والموظفين اقليم كردستان هم مو تجارة بيديكم، هم مو سلعة تضغطون بيها. هاي قوت فقراء، هاي قوت ناس عندها عوائل. لك عيب عليكم، استحوا. لك ايش وقت تصير عندكم غيرة وتصير عندكم شرف الفروسية بالمواجهة؟ مو تضغط على الجرح وتضغط على ألم الفقرة. شوف المحكمة الاتحادية، وهذا الفيديو تسرب من المحكمة الاتحادية باوع للموظفين بمئات الآلاف، وهناك تدقيق عليها من قبل المنظمة المالية وفق القانون. اسمع مراتب، هذا الخلاف بين الحكومة الأقليم والحكومة الاتحادية يمثل بعدم قيام حكومة الأقليم بتنفيذ ما جاء في قانون الموازنة، وعدم قدرتكم على معرفة عدد الموظفين الفعليين. لازم أكون شكوك، أكون شكوك في عدد الموظفين الفعليين. اسمع في أقليم، ولكن اسمع، ما هو ذنب الموظف الفعلي الحالي موجود في الأقليم اللي أدى واجبه الوظيفي وما يسلم راتبه الشهري؟ الذنب يكون، والمسؤولية الأخلاقية والقانونية تقع على حكومة الأقليم. إحنا ضطينا قرضين بعدود 3 مليارات دولار، 3 مليارات دينار عراقي. رجع لي صورة رئيس المحكمة الاتحادية. رجع لي، رجع لي صورة رئيس المحكمة الاتحادية. إيش قال رئيس المحكمة لممثل الحكومة؟ قال له أنتوا تشكون أنه أكو ناس فضائيين، ماشي، بس شنو ذنب الموظفين اللي يداومون الحقيقيين؟ ليش ما تطوهم رواتب كل شهر؟ ليش ما تدزون؟ تدرون ليش؟ حتى يضغطون على حكومة الإقليم حتى ينفذون أجنداتهم، أجندات المالكي وأجندات قيقو وأجندات عمتهم الكبيرة إيران على حساب الفقراء. ومن بابه يطلع لك يقول لك إنه هذا الكردي عراقي. لعد لمن هو عراقي ليش تموت من الجوع؟ لما أنت بلسانك تقول عنه عراقي ليش تموت من الجوع؟ ليش ما تطي راتبة حالة حال اللي قاعد بالحلة، حالة حال الموظف مال الأنبار؟ ليش تقطع راتبة؟ إذا عندك مليون فضائي اقطع مال مليون ودز الباقي، لكن مال تضغط كله وترجع تسفرها، لا، ذني فرارات خالد بن الوليد ما يمشن، ما يمشن. يا حكومة الإطار، الله ما يوقف، الله ما يوقف وياكم ان تدوسون على الفقرة. هذول ناس عندهم عوائل، مثل ما ابن الأنبار موظف وعنده عائلة ويرد راتبه شهري، مثل ما ابن البصرة ابن أربيل نفس الشيء. انتم تديرون دولة؟ انتم مال حكم؟ مدرسة، مدرسة، لا شنو مدرسة؟ حضانة ما سلمكم، تلبسون الحفاظة بالمقلوبي.